عزيزتي المرأة، أهلا وسهلا بيكي معانا في برنامجنا اللي بيهم كل واحدة فينا، لأن هو بيقدم لك كل النصايح والإرشادات والإجابات عن الأسئلة اللي بتهم كل واحدة ست، وهو برنامج للنساء فقط. عزيزتي حواء، مفيش شك ان مشكلة الشعر الزائد من المشاكل اللي بتؤرق المرأة، خاصة لما بيكون بصورة غير طبيعية، وخاصة برضو لما بيكون في مناطق ظاهرة زي الوجه. فالنهاردة الحلقة بتاعتنا هتدور حول هذه المشكلة، الشعر الزائد خاصة بطريقة غير طبيعية واسبابه وكيفية علاجه، وامتى نلجأ لجراحة التجميل فيه، وامتى نلجأ للليزر. تعالوا معنا النهاردة في برنامج للنساء فقط ونشوف المشكلة دي مع بعض. موضوع ظهور الشعر الزائد عند المرأة، الحقيقة احنا بنبص بنلاقي ان نسبة عالية جدا من السيدات بيعانوا من شعر في منطقة الذقن او في منطقة الشارب او في منطقة الوجه بصفة عامة او في اي جزء اخر من جسم الانسان بصفة خاصة. والحقيقة عزيزي المشاهد، انا بقول ان جسم الانسان فيه حوالي 5 مليون شعرة، منهم حوالي 1 مليون شعرة في منطقة الرأس فقط، منهم 100 ألف شعرة موجودة في فروة الرأس او الشعر الطبيعي. المشكلة اللي بتكون موجودة هي مشكلة ظهور الشعر الزائد في منطقة الشارب والذقن بصفة خاصة او بمنطقة الذقن جميعا بصفة عامة. الشكوى الكبيرة الموجودة ظهور الشعر بنسب عالية في منطقة الشارب او الذقن بصفة عام بصفة خاصة او ممكن في اي مكان اخر بصفة عامة. الحقيقه الشعر ده اللي موجود بنلاقي ان حوالي 20% من الانسات والسيدات بيشتكوا منه، بتزيد النسبه عند سن النضج وبتوصل لحوالي 40%، لكن اللي بيشتكوا ويروحوا للدكتور عشان يتعالجوا حوالي 4% فقط. الحقيقه ممكن الشعر يكون موجود في اماكن اخرى، يعني ممكن نلاقيه في منطقه الصدر حوالي 17%، منطقه البطن حوالي 45%، منطقه الظهر حوالي 3%، الأطراف اليدين والرجلين بتزيد النسبة جدا وبتوصل لحوالي 87% من الأنسات أو السيدات بيشتكوا من هذا الشعر. عشان كده عزيزي المشاهد احنا هنبتدي نتكلم النهاردة في هذا الموضوع. في البداية ايه أسباب ظهور الشعر الزائد؟ بداية في مجموعة من العوامل اللي احنا بنعتبرها العوامل الوراثية اللي احنا بنلاقيها في السيدات اللي موجودين في منطقة الحوض البحر المتوسط، أيضا بنلاقيهم في السيدات في منطقة شمال أوروبا، ايضا بنلاقيهم في منطقه تانية بنلاقيهم يا اما في بعض دول اسيا او بعض المناطق اللي بيسكن فيها نسبه من الذنوب. ده العامل الاول. العامل الثاني سيد عزيزي المشاهد اللي هو عباره عن تناول الادويه والعقاقير، واشهر هذه الادويه والعقاقير اللي هي حبوب منع الحمل في فتره او بعض مشتقات الكورتيزون او بعض الادويه التي تؤخذ في الصرع وهكذا. العامل الثالث اللي ممكن يؤدي الى ظهور الشعر عزيزي المشاهد اللي هو الاضطرابات في الغدد الصماء، زي زيادة نسبة إفراز الغدة النخامية اللي موجودة في قاع المخ، أو زيادة نسبة إفراز الغدة الفوق كلوية الموجودة في فوق الكليتين، أو قلة إفراز الغدة الدرقية اللي موجودة في الرقبة، أو وجود ما يسمى بتكيسات في المبيض. ده ممكن يكون من العوامل اللي تؤدي إلى ظهور الشعر عزيزي المشاهد. زي ما أنت شايف عزيزي المشاهد إن مجموعة العوامل كثيرة جدا ومتعددة جدا، وكلها تتعلق بطبيعة المرأة والتغيرات التي ممكن أن تحدث في المرأة. عزيزي المشاهد، إذا تكونت خلاص الشعر بنحتاج نعرف إيه أنواع الشعر الزائد عند المرأة. الحقيقة في نوعين كبار قوي. النوع الأول والحسن الحظ هو النوع البسيط اللي بنلاقي الغالبية العظمى من السيدات والأنسات بيشتكوا منه، وهذا النوع غير متأثر بزيادة هرمون الذكورة في الأنثى، وعلشان كده هذا النوع من السهل السيطرة عليه ومن السهل أخذ العلاج المناسب ليه بالطرق التقليدية أو بالطرق اللي احنا هنشرحها. النوع الثاني وهو النوع المعقد، وهو النوع الصعب جدا اللي بنلاقي فيه السيدة فيها زيادة في نسبة هرمون الأندروجين في جسم الإنسان بالنسبة لها،
جسم السيده، وزياده هرمون الاندروجين او التستوستيرون او هرمون الذكوره بيؤدي الى اشياء كثيره جدا، منها تغير في الصوت بالنسبه لهذه السيده، منها زياده قوه العضلات بالنسبه لها، منها العرق الغزير ذو الرائحه المميزه وهكذا. عشان كده عزيزي المشاهد احنا لازم نميز النوع اللي فيه زياده الشعر، هل هو من النوع البسيط السهل علاجه بالطرق التقليديه البسيطه، ولا هل هو من النوع المركب المعقد المحتاج للعلاج بطرق اصعب شويه. عزيزي المشاهد خلاص اتكون الشعر وبقت مشكله، كيف يمكن التغلب على هذا الشعر؟ في البدايه في تحليلات معينه احنا لازم نعملها، منها اشعه عاديه على الراس عشان نعرف الغده النخاميه طريقه عملها. الحاجة الثانية الإشاعات العادية على الغدة الفوق الكلوية والتحاليل المناسبة لها، سواء تحاليل الدم أو البول وغيرها. أيضا الإشاعة التلفزيونية على منطقة البطن علشان نشوف هل في تكيسات في المبيض أو ما فيش تكيسات في المبيض وهكذا. خلاص عزيزي المشاهد اتكونت الحالة وقدرنا نعرف السبب بتاع النوع بتاع زيادة الشعر، هل هو من النوع البسيط أو النوع المركب، هنبتدي طريق العلاج. عزيزي المشاهد النوع المركب والمعقد لحسن الحظ ده مش موجود في الغالبية العظمى من الحالات، لكن احنا بنشوف الحاله اللي فيها مثلا ورم في الغده النخاميه الموجوده في المخ، بمجرد علاج الورم بتبتدي الشعر يختفي. الحاله اللي فيها تكيسات في المبيض، ازاله هذه التكيسات مع جزء من المبيض الحاله بتبتدي تختفي. الحالات اللي فيها قله افراز الغده الدرقيه، بمجرد ما بتاخد علاج مناسب بيبتدي الحاله تتحسن وتبتدي تتحسن الحاله وتنتهي الحاله. لكن لحسن الحظ زي ما قلت عزيزي المشاهد الغالبيه العظمى من الحالات هي النوع البسيط. طريقة العلاج بالنسبة للنوع البسيط بتكون طريقة بسيطة جدا، بداية من العلاج الطبي التقليدي اللي هو بيبقى عن طريق العقاقير المعينة اللي بتؤخذ عن طريق الفم. والحقيقة هذا النوع اللي بيؤخذ عن طريق العقاقير مكلف جدا ونسبة التحسن فيه ما بتزيدش عن 30%. الطريقة الثانية عزيزي المشاهد اللي هو العلاج الجراحي. جراحة التجميل بتقدر تلعب دور كبير جدا في هذه الحالة عزيزي المشاهد، ان لو كان في منطقه شعر كبير جدا في منطقه الزخم، عن طريق جراحه تجميل خط تجميلي تقليدي بسيط هنا بيتم هذا من خلال هذا الخط قلب الجلد الى الخارج وحرق جميع البصيلات اللي موجوده بالنسبه للشعر من الامام والخلف في كل منطقه الزخم من الاعلى ومن الداخل. والحقيقه هذه الطريقه بيتم بطريقه جميله جدا، والعيان بمجرد ما بيخلص بتبقى جراحه التجميل مش باينه وملهاش اي اثر وبتنتهي الحاله وبتنتهي المشكله بالنسبه لهذه الحاله. الحقيقه عزيزي المشاهد في طريق تاني ناجح ايضا اللي هو العلاج عن طريق الليزر. والليزر سواء كان الليزر عن طريق الليزر بغاز الياقوت اللي هو الروبي ليزر، او عن طريق الليزر بغاز اللي هو بنستخدمه الالكترولايت ليزر او الالكسنزريما ليزر، هذه الانواع الثلاثه ممكن نستخدمها تقليديا في علاج الشعر الزائد. ولكن زي ما احنا بنقول دايما ان علاج الليزر بيحتاج لعده جلسات، لان الليزر بيأثر على الشعره في مرحله النمو. والشعر عزيزي المشاهد بيتكون من ثلاث مراحل، مرحلة النمو، مرحلة السقوط، والمرحلة الانتقالية. جميع أنواع الليزر أولاً لا تؤثر إلا على الشعر في مرحلة النمو، وبالتالي الشعر في المرحلة الانتقالية أو مرحلة السقوط ما بيأثرش عليه الليزر، فبيحتاج لعدة جلسات متتالية. الحاجة الثانية إن الليزر لا يؤثر إلا في الشعرة اللي لونها أسود، ما عدا نوع معين اللي هو الألكسندريمر اللي ممكن يحرق الشعرة اللي لونها أبيض. هذا وهكذا، فالست اللي عندها شعر ابيض او شعر بني الليزر لا يؤثر عليه، دي الطريق الثاني. الحاجه الثالثه ان الليزر محتاج لعوازل للشمس لفتره قد تصل الى 6 اشهر. الحاجه الرابعه ان الليزر لو اسيء استخدامه ممكن يؤدي الى تدرنات في الجلد وتكوين ما يسمى بالكولويد والحروق بتاعه الجلد اللي هي يصعب علاجها لفتره زمنيه تطول قد تصل الى سنوات. عشان كده عزيزي المشاهد احنا بنشوف المريض بتاعنا المناسب وبنختار الطريق المناسب لعلاجه، هل هو عن طريق الادويه والعقاقير او عن طريق جراحات التجميل او عن طريق الليزر، وكل طريقه من الطرق بنفهم المريض المميزات والعيوب بتاعتها. لكن عزيزي المشاهد في نهايه حلقتي انا هقول لك وصفه طبيه لعلاج هذا الشعر الزائد عن طريق استخدام ما يسمى بنبات السعت. ونبات السعت ده نبات موجود بنلاقيه تحت الدره في الحقول، لونه بني زي البن، بيؤخذ هذا النبات ويطحن ثم يغلى في الماء لمده 3 ساعة ويترك ليبرد ثم يصفى، وناخذ هذا الصافي بعد ازاله الشعر بيوضع هذا المزيج مباشره على الجلد ويترك لمده 3 ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد. هذه الطريقه وهذه الوصفه ممكن تؤدي تحسن في بالنسبه للشعر بنسبه قد تصل الى 40 او 50%، ودي في بعض الحالات تعتبر طريقه شفاء.